انا طبعا لما بطلع من الاجتماعات بشوف الرسائل الموجهه ليا من انهي مجموعات، وبحاول بقدر الامكان ان انا ادخل واجاوب عليها. التفاعل ده في نوع من انواع الحميميه بتقربك من الناس. طبعا اول ما جيت حاولت بقدر الامكان ان احنا نخلق اليات عمل. فاهم اليه واول اليه انا اشتغلت عليها هي اليه الشكاوى. اول حاجه عملتها اول ما دخلت المكتب ان انا دعيتهم وقلت لهم ان الاليه دي لازم تبقى شغاله بكفاءه شديده، لان هي دي صوت المواطن. يعني هي دي، هو لما بيبقى عنده مشكله ومش عارف بيعمل ايه هيتصل بينا. فلما يتصل بينا انا مش عايزه التليفون يبقى مشغول، انا مش عايزه التليفون يبقى ما بيردش، انا مش عايزه يبقى فرق التوقيت، اصل ما حدش رد عليا عشان فرق التوقيت ولا عشان الاجازات. فاحنا عاملين نبطشيات 24 ساعه في اللي هي الاليه بتاعه الشكاوى، وعلى طول ومقسمينهم قارات بحيث ان فلان وفلان ماسكين قاره كذا، فلان وفلان ماسكين قاره كذا، فلان وفلان ماسكين قاره كذا. فعلى طول بنوجه، وفي الاليه دي ليها رئيس والرئيس ليه مشرف على هذا، هو مساعد الوزير للجاليات. فعلى طول بنبعت وعلى طول بنشتغل، واحنا الحقيقه عندنا شغل نموذجي مع وزاره الخارجيه ومع كل السفارات وكل القنصليات. يمكن مسهلها ان انا كنت واحده منهم، وان هم كلهم حبايبي واخواتي. فالحقيقه كلهم بيساعدوا. سافرنا في قبرص، انا يعني حلو ان انا ذكرنا حكايه قبرص. يعني عمل شغل عظيم هو والقنصل في قبرص، وحل المشكله ورجع للشباب فلوسهم وظبط كل حاجه. والولاد دول بتاع ده عملوا فيديو بيرقصوا فيه وبيشكروا مصر، واحنا بقالنا ظهر وحاجات كده، والام هنا يعني ربنا يديها الصحه. دي جمله ذهبيه، لانه انا برضو من الجيل اللي كانوا لما يحصل حاجه لاي مصري في اي حته بره اول جمله بتتقال احنا مفيش حد هيسال فينا، وملناش ظهر ولا حد بيسال علينا وحقوقنا بتضيع. فعمليا ده اتغير على الاقل. الجزء اللي احنا اشتغلنا عليه لحد دلوقتي اتغير. انا طبعا ممكن ما اقدرش ان انا ما بحبش اعمم بشكل عام، فما اقدرش اقول ان هو هيبقى اتغير جلوبالي، ان كل الدنيا خلاص اتغيرت فيها والبتاع. بس اقدر بمنتهى الاريحيه اقول لحضرتك ان احنا سمعتنا بتنتشر بسهوله، ان احنا ناس قلبنا على المواطن، والمواطن حاسس او اللي واصل لي من المواطنين محسسني ان انا واحده منهم، وان المجموعه التيم بتاعي واحد منهم، وما فيش الاحساس اللي هو بتاع زمان ده اللي هو دول هيتعالوا عليا، ده مش هيسالوا فيا، ده هيطنشوا، ده مش هيردوا. ده مش موجود في نسبه الناس اللي احنا اوريدي اتعرفنا عليهم، يعني ايه في الطريق كده لحد دلوقتي.